أحسن الله إليك. أخوكم عمرو ينبئكم من غدا صيام الاثنين إن شاء الله، وثالث الأيام البيض. وثالث الأيام البيض. أحسن الله إليك يا شيخ، طيب، جزاكم بس الله فينا الناس خيرا. مذهبوا أن الأيام البيض الحديث اللي ورد فيها فيه مقال، بس ماشي. نعرفها لأن القمر يكتمل فيها لا أكس والبيض تنسل. ها؟ لأن الثلاثة مش محددة في أي وقت من الشهر شهر. ننظر إلى بس هذا السيد المجادل. يا سيد، سؤالي، هل صح لديك حديث في صيام الثلاثة البيض أو بمجموع الطرق إن حسنتها؟ بمفاردها الأحاديث التسعة لا يصح، ماشي. أن لمحسن أن يحسنها ولغير محسن أن يحسنها، لكن السؤال لك، أيهما أثبت سندا؟ صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقة أو مقيدة؟ الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ليست على التحديد، هي الأثبت والأصح. المطلقة هي الأثبت والأصح، من عدة طرق عن رسول الله. أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. أبو الدرداء أوصاني خليلي بثلاث، ثلاثة أيام من كل شهر. أبو ذر، لكن سند أبي ذر مرسل، أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وكل أحاديث البيض تشهد لثلاثة أيام، لكن حديث ثلاثة أيام لا تشهد للبيض، مش كده؟ بارك الله. أنا نصوم، إحنا بنصوم الحمد لله، بس أنا بتكلم يعني من باب إيه؟ السؤال الثاني يا شيخ سيد. ماشي. السؤال الثاني يا شيخ سيد، الله يحفظك، هل أخرج البخاري أو مسلم شيئا في الثلاثة أيام البيض؟ لم يخرجه، لكن البخاري رحمه الله بوب قال: ذر صيام ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر من كل شهر عربي. ثم أتى بحديث أبي هريرة. أنا بس بسأل سؤال عشان الناس مش سامعينك، أنا بس يريدوا يسمعوا سؤالي الأول. هل أخرج البخاري ومسلم شيئا من الأحاديث في فضل صيام ثلاثة البيض؟ تجاوب على القدر الذي تسأل عنه. لم يخرج شيئا، لم يخرج شيئا. لكن كون البخاري يختار أن البيض تصام ده رأيه، ماشي كده خلاص. فأنت تقول هذا الكلام فسنكلفك بتكليف إن لم يكن كلف به أحد قبلك. بحث موسع جدا في صيام ثلاثة البيض. ماشي، رجعنا في الطبع. طيب الحمد لله، جزاك الله خيرا. عشان كده بتتكلم يعني مالي ايه؟ ما هو مظبط، ما فيش قوي يعني، مش لا ما ثابته ولا حاجه. ما اساله كله صح حاجه في ثلاثة البيض، يقول لك استقلالا لا، التسع طرق ضعيف، لكن يلم بعضها على بعض يقول مجموعها بس. هل هناك من العلماء من لا يرى صيام ثلاثة البيض؟ الإمام مالك يكره صيامه ويقول: أكره أن يغطك على نفسه يوما يصومه كالفرض. الإمام مالك يكره صيامه، يقول ليس من عمل أهل المدينة. مالك يقول كده، أين قال؟ سيد ابن رفعت يقول قاله مالك في المدونة. ماشي، يعني في نزاع شوية. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.